تصلوا يعني كاين ناس محاولين ماشي بي انا لا فهمت يعني كاين شي وحدين اللي تتعرفوا بالسمسار وشي كيديروا محاولات راه دابا هذوك دابا بالمثال انا جي عندك حتى مدرب انا مدرب جي عندي حتى سمسار سمسار ما ماشي مناجير سمسار لا كاين كاين وكالة الاملاك كاين وكالة الالعاب وكاين كاين هذا وكيل ديال السمسار كيجي يقول لك مثلا انا سير اخويا انا سير ما يمكنش ليا ما يمكنش راه ما يمكنش راه عندي لاعب كيسوى فلان 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 تما الذكر ديال الجينيراسيون اللي كانت يعني كاين هادشي علاش الناس ما كتغيوبش ديك الساعه الناس الامن البوليس اجي اخويا شوف هادشي هذا لان راه شوف اللي كنديروا مندوب وكنديروا مراقب كنديروا هذاك بحال اللي ماتشات حساسين في الاخر خصنا ماشي وليو باش نصيفطوا مندوب نصيفطوا جوج ولا نصيفطوا دو كونترول ومثلا حكم مشيتي انت مثلا محمد امين يجي حسن يكونتروليك وانا نجي خزنه ما معينش كونترول حسن انا كونترول تيكونترول انا ما معينش في الورقه حسن غادي كونترول محمد امين وانا نجي نكونترول حسن وتا حسن يقدر يكون تا حسن اذا كان تا هو ما عنده الدم ما عندوش يقدر يتا حسن وديك الساعه ندير رابور ملي يجي في البروشارينيو نجي حسن ديال رابور دونك كاين اللي تيحاول وتيجي تجي يديروا اتصالات وخدا وخوي ورخف وهادي لا ولد دابا حتى لعب راه كيبارتو في لو موند لا لا حميد باش من حنا في المغرب البطوله اللي بقينا نقولوها سعيد هاد القضيه هادي غادي نهضروا في الواقع ديال الخاوي لا حنا ما خصناش نبقاو نديروها حنا ديما كنبنيو دابا في الكره المغربيه كنبنيو فيها خصها نبيعوا على اسس خصها تكون الاساس يكون مزيان يكون الاساس مزيان الا ما كان الاساس مزيان راه ما نطلعش راه خصنا نكونوا منظمين نظام كلشي جميع الفئات جميع الفئات جميع الفئات كلنا خصنا ولكن اللي كنطلبوا منه هو هاد الناس المسؤولين يخرجوا الناس اللي تكون كونترول محتاجه حتى واحد تكون عندها الذمه ديالها وتكون عندها برنامج وعندها عندها 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 واحد التجربه